طب بلاش تطلب من المصري من الزمالك. اهو الزمالك عايزين بس ايه تطلب منه كام عشان تحترف احتراف بقى عشان تأمن مستقبلك. انت راجل بتاع برضو ليك مسؤوليات كده وكده. انا حقيقة من اقول لحضرتك حاجة, اصلي برضو مفهوم الاحتراف احنا لسه ما وصلناش. طبعا احنا برضو من الحاجات اللي احب اتكلم فيها يعني لسه ما وصلناش بالمعنى دوت, ولكن في الوقت اللي احنا عشناه وظروفنا احنا كجيل احنا كنا الانتماء ده شيء مهم جدا بالنسبة لنا, وما اعتقدش لأي حد كان يستطيع ان هو يتنقل بسهولة. طبعا مع اختلاف الظروف دلوقتي وبرضه اعتقد ان احنا يعني هنتعرض للكلام ده, لان الموضوع دلوقتي برضه جيل تاني بظروفه بمختلف قوانينه بأسلوب يعني باسلوب اخر يعني. شوفوا كان المفروض اسالك سؤال, رايك باختصار في لاعب بيسيب نادي اللي بيحبه عشان فلوس؟ خلاص انت جاوبت عليه, رايك واضح. لا بس في حاجه حضرتك برضه لان انا مش عايز اللاعب النهارده لو فكر ان هو يسيب النادي بتاعه عشان يروح نادي تاني. اللاعب له الحق في ده لان القانون اداله دوت يعني او النظام اللي معمول بيه اللي انا برضو عايز اتكلم فيه اداله هذا الحق ان هو ينتقل في وقت معين, هو صاحب الكلمه يروح هنا يروح هنا يعني زي ما هو عاوز. طيب احنا بنتضايق ليه؟ ما هو النادي برضو بيجي في فتره من الفترات حاسس ان هو ممكن يسيب اللعيب ده يمشيه. انا مش عايزك, انا النهارده شايف ان انا مش عايز ايدك لان لقيت لعيب احسن منك او عايز اكمل من غير هذا اللاعب. فالنادي عنده حرية ان هو يمشي اللاعب. فالنهاردة احنا وجدنا الحرية ان اللاعب كمان يبقى عنده حرية انه يسيب النادي. فهي دي موضوع. لكن طبعا هذا النظام انا مش عايز بقوله تعالى حضرتك, انا عايز موضوع يعني لازم يقنن ولازم يبقى افضل من اللي موجود عليه دلوقتي. لك انت ترفض المبدأ ده انه يسيب الملعب بتاعه اللي بيحبه وناجح فيه وعايزينه ومتمسكين بيه. انا شخصيا في مقابل فلوس. انا شخصيا ارفضه. ومش اي لاعب ومش اي نجم. كلام دوت لو لاعب ملوش نجومية قوي في ناديه, لكن لو ليه في نجومية في ناديه الجماهير بتاعته يعني أبقى من أي فلوس. هو مش ممكن يحسها دلوقتي, يحسها بعدين. بنحيي كابتن محمود على كل ده, دروس مستفادة والله.